هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. سو في الفيديو تاع اليوم غادي نعطيكم توصيات نوصيكم بهم، اشياء نوصيكم بهم لازم تقوموا بهم ليله الامتحان. بما انه اليوم اليوم السبت، اليوم ليله تاع الامتحان، شنو لازم ديروا وطيله الايام تاع الايام امتحانات. اول حاجه نوصيكم انه على بالي طبيعه تاع يعني طبيعه تاع الانسان تاع البنادم، انه ملي يكون كاين امتحان ولا يتقلق، تحكم واحد ستريس، واحد التراك، واحد الخوف، قلق، كاين ممكن مستويات كثيره. كاين اللي يجي ستريس بسيط عادي ومن بعد يتغلب عليه بالخوف، كاين اللي شويه درجه تطلع، كاين اللي توصل لدرجه كبيره، حيت توصل لدرجه البانيك اتاكس والانكزايتي وكلش. شوفوا هذا كاع امر نفسي برك، امر طبيعي جدا، انه هذا الامتحان كيما يقولوا لنا كاع الناس انه هذا الامتحان مصيري، ما الامتحان مستقبل، المستقبل تاعك مصيري. شوفوا انا ما نبغيش نكبرها بزاف، الامتحان او البكالوريا ماهيش مستقبل، هي مرحله تتعداها باش دير المستقبل تاعك. هاي بصح ما نعطوهاش اكبر من حجمها. بكالوريا سي فغي انه انا باغي نتوجهنا منها نروح نديرو شنو رانا باغيين، سورتو الناس اللي عندهم اهداف وطموحات واحلام كبيره باغي نحققوها من خلال تحقيقهم بمعدل معين او انهم يجيبوا شهاده البكالوريا ويروحوا. اسمها هذه حاجه مليحه ما تتعارضش مع الشيء اللي راح نقوله الان، ولكن ما نبغيش المبالغه في الخوف وفي القلق. اوكي على بالي كاع تخافوا، على بالي كاع خافوا اي انسان مقبل على حاجه جديده او حاجه راه متمنيها انه يتحصل عليها. المهم يحكم واحد ستريس، واحد الخوف. هذا الخوف البسيط هو امر نفسي يحدث طبيعي جدا، ولكن خاصنا نتغلبوا عليه وخاصنا ما نخليش هو اللي يتحكم فينا، بالعكس انا اللي نتحكم في هذا الستريس. صحيح. شوفوا الحاجه اللي نقولكم عليها انه هذا الامتحان، شوفوا امتحان بسيط جدا، امتحان عادي جدا، اختبار ورقه سوجي. هذا عباره عن سوجي، غادي يجي يجيكم سوجي كيما هكا، يعني ورقه مزدوجه هكا بالنسبه مثلا لونغلي، ومواد اخرى كاين لي ورقه مزدوجه، كاين لي ورقه وحده. هذا سوجي خاف منه ورقه فيها دي كيسيون، فيها تاكس، وفيها على خاف منها، ما خافش منها. كاين اللي راهم موجودين غايه وراهم ستريسيين، راك موجد غايه، بالعكس خاصنا ستريس هذا، يعني هذا ستريس نقلبوها لحاجه تولي حماس. يعني كي نروح غدوه نروح خايف ليكزام، ما خاصنيش نروح خايف، نروح متحمس. وين راك السوجي؟ وين راك نحل لك يا سوجي؟ وين راك نحل الاسئله؟ ونولي متحمس نشوف لي كيسيون ونبدا نحل. صاي راك مريفيزيك، مراجع، داير حليت دي سوجي، حليت شويه تاع لي سوجي، تبعت اساتذه مثلا في اليوتيوب. مهم درتو او مو درتو شايلز، درتو اللي تلقوا عليه. صاي سي بون، ما نخليش انا مابغيتش نخمم بلي انني خايف غدوه، راني خايف لا ما نطيقش نخدم الى اخره. ما تخممش كاع فيها هذيك ستريس. صاي سي بون، هذه هي، لانه الامتحان نشوفه كامتحان مرحله نتعدى، ما نعطيش علاه راني نقولك كيما هكا، لانه هذاك الخوف يعني كي تولي تخمم بهذه الطريقه انه هذا امتحان، ما نعطيش اكثر من حجمه. هذا سوجي، اسئله بسيطه عاديه، خاصني نشوفك نحل لك يا سوجي. هكا هضروا مع السوجيات، هكا هضروا معاهم. دونك كي تهضروا مع هذا لي سوجي بهذه الطريقه، غادي اوتوماتيكمون العقل تاعك يبدا يقول بلي واه ما كاش خطر هنايا، انا على راني خايف، دونك السوجي هذا راه نورمال، راه موالفو. سيبدا يقتنع بديك الهضره اللي تولي تقول فيها، كي يبدا يقتنع بها ستريس راح، خوفي راح، قلق هذاك والتوتر وال هذوك لي سونتيمون اللي يجوك اللي ممكن يخلوك ما تخدمش غايه في الامتحان وما تاديش اداء مليح، هذوك يروح. صاي كاع يروح وكلشي يروح. علاه؟ باسكو هذا امر نفسي، دونك دماغ تاعك يتقنعوا بلي هذا امر طبيعي والسوجي امر طبيعي وكلش نورمال. شي يدير هو اوتوماتيكمون يقول واه ماش كاين خطر، دماغي ماش فيه خطر، سي بون ما كاش خطر، قالو علاني خايف انا. دونك شي يدير يقول القلب صاي ارتاح، سي بون تنخفض درجه يعني ضربات القلب، يعني كان يضرب 130 يولي يضرب 100، ومن بعد يهود يرجع يولي 65 طبيعي، 70 ولا 60 ولا المهم طبيعي، يرجع ضربات العدد عدد ضربات القلب في الدقيقه ترجع طبيعيه جدا. هيا الدماغ يعطي امر للقلب انه يبدا ضربات القلب تخف، يبدا الجسم يرتخي، يبدا الجسم يرتاح. وكي يرتاح قلت لكم راكم تخلصتوا بطريقه غير مباشره من التوتر والقلق، وعنده نتيجه جميله جدا. بصح خاصك تقنع روحك هكا. علاه؟ كي تقنع روحك هكا تولي نفسيا مرتاح، كي تولي نفسيا مرتاح
دونك انت غادي تفكر بشكل سليم جدا وغادي تقدم اداء جميل، لانه اذا خلينا ستريس، خلينا هذاك الخوف وذاك التوتر والقلق خليناهم، غادي ينقصونا شويه من الاداء. ما نقولوش بلي ما غاديش تخدموا، سي غادي تخدموا بصح ما غاديش يخلي الاداء كما ينبغي. يعني الاجابه تاعك ما غاديش تكون مثلا مثاليه او نموذجيه، ولا تنقصك شويه حاجه باسكو علاه؟ خوف راه مسيطر عليك، ماكش تخمم مليح، ماكش مرتاح. بصح كي تتخلص من داك الخوف وداك ستريس وبالطريقه اللي قلت لكم عليها، غادي تسيبوا روحكم انكم مرتاحين وتجاوبوا باريحيه على هذاك الموضوع. تحكم الموضوع، تحكم السوجي، تحكم السؤال، تمرين وتبدا تجاوب باريحيه بدون اي ضغوطات. توصيه ثانيه نعطيها لكم، انه من تبداو في يوم الامتحان تبداو تجاوبوا او تبي يعطوكم لي سوجي، نعطيكم توصيه نقولها لكم، ما تشوفوش في الاستاذ الحارس. ما تقولش تشوف فيه يعني راه زعفان، راه مشنف، راه غاضب، راه يوتو يبان سيريو، يبان حنين، يبان طيب. استاذ الحارس مهمته الحراسه وبس، جاي يؤدي مهمه الحراسه. انت ما تقعدش تشوف فيها مشنف، عادش نشوف نقراو اليوم كي راه داير هذا بنادم، استاذ هذا كي راه داير، استاذ هذا كي راه دايره. ما تقعدوش تشوفوا فيهم كي راهم دايرين، تقعد تشوف فيهم كي داير، تقعد تحلل فيه وتقالو فيه وجهه، تقرا في بادي لانجويج تاعو، يعني في لونغاج كوربوريل تاعو. ما تقعدش تقرا فيهم، علاه؟ ما يفيدك بحتى حاجه، بالعكس يزيد عليك ستريس. كاين كل ما يكون يشوف استاذ مشنف يبدا وكاع الافكار يروحوا من راسه، غير شوف الاستاذ مزير وجهه، ما تشوفش في داك الاستاذ. صاي انا مراجع، انا مريفيزي، قريت مليح، عندي نحكم السوجي تاعي، نحط راسي في السوجي ونبدا نخدم. ما نلفد راسي لا في الاستاذ، وما يهمنيش مشنف ولا يضحك، طيب ولا خبيث، ولا ما يهمنيش. طيب ما نشوفني اغوش ني ادغوات ني في الاساتذه. سي بون فوالا. حاجه اللي نقولها لكم، هذو الاساتذه ايضا راهم اساتذه تاع التلاميذ كيما نتوما، تلاميذ كيما نتوما يبغوهم تلاميذهم ايضا، وموالفينهم تلاميذتهم، ويقولوا كون غير اساتذه تاعنا عسونا. بصح هذوك الاساتذه يعسوكم نتوما، والاساتذه تاعكم يعسوا واحد اخرى، خي كيف كيف. سما تخيل روحك اللي انت الى فتح هذاك الاستاذ. الوصيه الثالثه هي انه اذا صار لكم بلوكاج، حسيتوا روحكم غير حاجه اللي حفظتوها راحت نسيتوها، ما كنت طاقين تفكروا والو، تجي تتذكر المعلومات اللي حفظتها تحسب روحك راح تحسبها راحت صاين، وتبداو هنا في حاله انهيار. وعام كامل وانا نحفظ، عام كامل وانا نراجع، عام كامل وانا نريفيزي، كلشي راح لي، راني خايف. تبدا تبكي وتبدا كلي يبكو كلي يتغاشاو كلي صار. شوفوا هذا الاحساس يجيكم قبل الامتحان، تبوحكم بليك ناسي كي تجي تراجع، تبوح كلشي نسيتو. وايضا غادي يجيك نهار الامتحان، اثناء الامتحان راك تفوت، يجيك تبدا تسرد المعلومات هذو ويجوا. شوفوا الاحساس مغالط وكاذب، تعرفوا علاه يجيكم؟ تعرفوا علاه؟ باسكو راك مستريسي، باسكو راك خايف، هذا ما كان صحيح. والمعلومات هذيك ماهيش حاضره في الذهن تاعك، مستحيل تكون حاضره من فم. راك باغي تاع حاجه خزنتها عندها شحال، باغي تسيبها بالخوف؟ لا، ابدا بحث فيها. كي تبدا تبحث فيها صافي دير كوا، صافي دير ابدا تجاوب على السوجي، تتخمم تجاوب على السوجي. شوفوا غير تبداو تخدموا، غير تجيبوا السوجي واحد زوج، يبداو الافكار يموت يتسل، يعني تبدا الافكار والمعلومات تدفق غير روحها، يبدا هذوك تدفق المعلومات، تقول يا انا مانيش ناسيها، يا هذه الفكره راني ما زدت عقل عليها، هي هذا مكان الافكار هذيك اللي حفظتها كاع راهي لاصقه في راسك، ما تنسيتهاش، راه العقل اللاواعي تاعك راه مخزنها ودازها ومغلف عليها وكلش. خاصك انت تبحث، توخر غطاء، تبحث عليها مليح مليح باش تجبدها. اوكي هكا خمو، كيما هكا كي تجيك هذاك الاحساس ما تستريساش، يا ستريسيت ما غاديش تفكر، قول بلي هذه الفكره، باسكو خمو بلي هذا الامر طبيعي جدا. استرس، الخوف، القلق، ولا تخمم، تقول تخمم بالك ننساها، راني خايف ننسى هذه الفكره، راني خايف ننسى شحفت، راني خايف نهار الامتحان ننسى. شوفوا غير تخمو فيها تنسى، نقول لكم فيه ما تخموش، نورمال. ويلا صرات نورمال غادي تفكروا، يا ربي تضرب 10 مينوت، 10 دقائق، ربع ساعه، 5 دقائق، تتفكروهم. سي بون دونك ها ما تقعدوش تخمو فيهم اني خايف ننسى، ومن بعد تنسى عادي، مشي تنسيت، حنا نسينا كاع قبل ننساو، مازالوا الناس ينساو، امر طبيعي جدا انه نحفظوا نراجعوا والانسان ينسى. بصح كي ننسى تبداو دوك الافكار يبداو يجوا غير واحد، كي تبداو تكتبوا يبداو دوك الافكار يسيلوا، تسيب روحك تقول يا ما نسيتش، تبدا تفكر تكتب تكتب تكتب. وهذا كاع اللي صرا مع كاع الناس كامل، الا اللي ما حفظش، الا اللي ما راجعش، الا اللي ما تعبش،
ما عنده ما تحبش ما راجع ما والو، هذا ما عنده افكار ما عندهم من يجوا. مثلا هذو على الناس اللي تعبت اللي قرات اللي بحثت اللي ريفيزات راجعوا اللي حلوا لي سوجي، معلومات كاع راهي هنا كل شيء راهنا. بداو خدموا فيهم بداو تجبدوا فيهم غير بشويه، تما كي تجيك يعني هذيك الحاجه هذيك الاحساس اللي يجيك انك نسيت قبل الامتحان ولا يوم الامتحان او اثناء الامتحان تحس روحك نسيت، ما تستسلملوش عادي، قول صاي هذيك نبدا نتفكر، روح لسوجي واحد اخر ولا عفوا نروح لسؤال واحد اخر وسي بدا جاوب فيه منا، كتلقى روحك صاي وليت اليز تطلق روحك باسكو سي بون غير فوت واحد النص ساعه الاولى سي بون تلقى روحكم غايه كاع داك ستريس والخوف اللي كنت تخمو فيه كاع كلشي راح اي صاي تبداو تخدموا مع هذاك السوجي وكاع صاي الانسان يتعود كيما هكا. ثانك يو فيري ماتش فور يور سبورت، ثانك يو فيري ماتش فور يور لاف فور يور سويت كومنت، سي يو اون ماي نيكست فيديو.